السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب جريد 4، النهاردة أول ليسون من مادة أي سي تي، وهنبدأ على طول في الفصل الدراسي الثاني بـ أكسس 3 اللي هو المحور الثالث. وأول ليسون بيتكلم عن Explorer in Action اللي هو المستكشف النشط. بنقول إيه بقى؟ What different types of digital technology are used every day and for what reason do you use it؟ يعني ايه هي انواع التكنولوجيا الرقميه اللي احنا بنستخدمها في حياتنا اليوميه باستمرار، وكمان ايه هو سبب استخدامنا ليها. الكاركتر او الشخصيه بتاعه ليسون 1 اللي هو ويليام تاينر. ويليام تاينر is an anthropologist and filmmaker studying the role of civic technology in strengthening the relationship between civil society and government and redefining civic engagement. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هنا بيعرفك بالعالم اللي موجود معاك اللي هو ويليام تاينر، وبيقول لك ان هو عالم في مجال العلاقات الانسانيه وثقافات الشعوب، وكمان خبير تكنولوجي، وكمان صانع افلام تكنولوجيه. بالمناسبه هتلاقي ويليام تاينر موجود في قناه ناشونال جيوغرافيك بتنزل بيه حاجه. تمام. طيب، وكمان بيقول لك ان هو التكنولوجيا الرقميه دي بتساعدنا في تعزيز العلاقه بين الشعوب او المجتمعات المدنيه والحكومه. important note اللي هو عايزين نعرف في الملحوظه المهمه دي ايه هو علم الانثروبولوجي. anthropology is the science of studying man socially and culturally in terms of his behavior and how to build culture. يعني هو علم دراسة ثقافات الشعوب أو علم دراسة الإنسان من الناحية الاجتماعية والثقافية، يعني بيدرس كل تصرفات الإنسان وبناء التصرفات دي جت على أنهي ثقافة. طيب، ويليام تاينر believes that using the technology in a positive way helps people become successful digital citizen and is convinced that digital communication and helping people connect with each other is important for exchange opinions and forming good relationship. يعني ان ويليام تاينر ده بيستخدم التكنولوجيا بطريقه ايجابيه لانها بتساعد الناس على انهم يصبحوا good citizen. يعني ايه؟ يعني مواطنين صالحين او مواطنين ناجحين. وكمان هو مقتنع بان التواصل الرقمي اللي هو digital communication، تمام، بيساعد او بيعمل help للبيبل او للناس على انهم يعملوا تواصل ببعضهم البعض. ومن وجهة نظره برضو ان ده exchange، يعني تبادل مهم للاراء والخبرات، تكوين كمان الريليشن شيب اللي هي جود ريليشن شيب، علاقات جيده وقويه. طيب، عندنا ثلاث طرق بتساعدنا من خلالها الادوات الرقميه كمواطنين صالحين او كجود سيتيزن. The ways in which digital tools help citizens. أول حاجة بيقول إن هي بتساعدنا في أونلاين بوكينج أوف بلان ترين أند باس تيكتس. يعني إيه؟ يعني أنا أقدر أحجز تذاكر الطيران بتاعتي والقطارات والكورسات وأنا قاعد في مكاني عن طريق النت، تمام، من المواقع بتاعتهم، وبدفع عن طريق الفيزا كارد بتاعتي. تاني حاجة بيقول لي the possibility of booking tickets for tourists and archaeological sites online. يعني اقدر كمان احجز تذاكر لاماكن سياحيه ومزارات اثريه وانا كمان عن طريق شبكه الانترنت او عن طريق يعني المواقع الموجوده بتاعتهم. اقدر مثلا احجز المتحف المصري واعرف الميعاد وادفع عن طريق برضه الفيزا كارد واروح على ميعاد اليوم المحدد. تالت حاجه بيقول لي الكترونيك بيمنت ميثود و ابلكيشنز. يعني انا اقدر ادفع الفواتير بتاعتي عن طريق الابلكيشن، الابلكيشن اللي بتتكلم عن كده عن كده.
Thank you.